لباس الإحرام. ولباس الإحرام بزيه الحالي هو القميص الوارد بصورة يوسف، لأننا إبراهيم الخليل عليه السلام كان من الكلدانيين، ولد في مدينة أور إلى الغرب من بابل في العراق، فكل التماثيل الكلدانية الموجودة في متاحف العراق وسوريا حتى متحف اللوفر نلاحظ كل تمثال كلداني يلبس لباس الإحرام واليد اليمنى مكشوفة. إذن هذا لباس إبراهيم وهذا هو القميص الوارد في صورة يوسف. فنحن نلبس لباس إبراهيم في الحج، اللباس الموحد، لذلك لا يجوز أن يكون مخيط، لا يجوز أن يكون فيه أزرار. إذن نعيد نفس لباس، والموضوع موجود في كل متاحف العالم حتى متحف اللوفر.